قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دين الباطل هو الذي لا يقبل الآخر. كل إنسان له دين، ولا إنسان بلا دين، إلا إذا كان مجنونا فاقد العقل فنستطيع أن نقول لا دين له، لأنه لا يفقه ماذا يفعل ولا يضبط سلوكه. قال أحد الفلاسفة: إني أعتقد أنه لا دين للإنسان وأن الأنبياء كذابون. فرد عليه الدكتور كانت الفيلسوف الألماني، رد عليه بقوله: اعتقادك بأنه لا دين للإنسان هو دين لك. طالما أنك تعتقد هذا إذن أنت تدين بذلك. فلا دين، فلا إنسان بلا دين. هناك دين الحق وأديان الباطل. دين الحق لا يكره عليه أحد بالإرهاب أو القتال، لأن الله قال لنا في ديننا الحق: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وإنما يدعى الناس إلى طاعة ربهم وإلى التحرر من العبودية لغيره بالطريق الحسن وبالمحاكمة الصالحة الصحيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما المضللون وأصحاب أديان الباطل الذين لا يدينون بدين الحق، باعتبار أن الفطرة السليمة لا تقبل دين الباطل ولا تقبل الخضوع لغير خالق الكائنات، هذا بفطرهم، فيضطرون إلى استعمال الإرهاب والضغط على الناس حتى يخضعونهم لسلطانهم ويجعلونهم ينفذون دينهم الباطل. إذن ما يقولونه أن الإسلام انتشر بالسيف هو غير صحيح، وما يقولونه بأن الإسلام أو دين الإسلام لا يقبل غيره غير صحيح. المسلمون يعيشون مع اليهود أو يعيش بينهم اليهود والنصارى منذ مئات السنين، أكثر من 1500 سنة النصارى يعيشون في بلاد المسلمين، واليهود من قبل أن يخرجوا علينا بفسادهم في فلسطين فيحتلونها كانوا يعيشون بين المسلمين معززين مكرمين، لا يعترض عليهم أحد ولا يجبرهم أحد على الدخول في الإسلام. ونحن نتحدى البشرية إن كانت هناك حادثة واحدة ضغط على إنسان حتى يكون مسلما. أبدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك أيها الإخوة، ربنا تبارك وتعالى يبين لنا بوضوح أن أهل الباطل هم الذين يضغطون على أهل الحق ليخضعونهم لسلطانهم. فأهل الباطل لا يعيشون مع الآخر، يعني ما بيعيشوا معنا نحن أهل دين الحق، أما نحن فيتسع ديننا لكل من أراد أن يأخذ حريته الاعتقادية، على أن لا يؤثر هذا الاعتقاد على المسلك الصحيح، المسلك الإنساني الصحيح في تكوين مجتمع فاضل. فإذا كان اعتقاده بتصرفاته الشخصية يتصرف كما يشاء. يقول الله تبارك وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ما لنا ألا نتوكل على الله، هؤلاء الرسل يقولون لأتباعهم، والمؤمنون يقولون مع رسلهم:
ما لنا ألا نتوكل؟ لماذا لا نتوكل على الله وقد هدانا، أي أرشدنا الله سبلنا، أي طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وهو التحرر من العبودية لغير الله وطاعة الله وحده. والكفار يؤذونهم لأنهم آمنوا بالله، لأنهم يريدون أن يخرجوا من طاعة المجرمين المتسلطين ويطيعوا خالق الكائنات، فهم يؤذونهم. فيقول الله تبارك وتعالى عن لسانهم: ولنصبرن على ما آذيتمونا. إذن من الذي لا يرضى بالآخر، الكفار أو المؤمنون؟ ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، يعني يتخذوا طريق الحق ويتوكلون على الله حتى يحررهم من المتسلطين والظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم، الرسل جاءت تدعو الناس إلى لا إله إلا الله، كل الرسل، أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فكل الرسل دعت إلى لا إله إلا الله، التي تعني تحرير الإنسان من تسلط أخيه الإنسان. فالرسل عندما يدعون الناس إلى الله، المتسلطون يعلمون أن الناس إذا أطاعوا الله سيتركون طاعتهم، وهم يريدون أن يتسلطوا عليهم، يتسلطون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أشخاصهم وعلى أموالهم، ولذلك يستعملون التهديد والإرهاب مع الرسل أو مع الدعاة إلى الله بعد الرسل من أجل أن يعودوا في ملتهم، أن يخضعوا لسلطانهم. هل أدركتم معنى الاستعباد الذي جاءت الرسل لتحرر البشرية منه؟ وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا، من الأرض التي نتسلط عليها وعلى أهلها، فنسبوها لهم مع أن الأرض لله، الأرض التي نعيش عليها لله وليست للمتسلطين، الأرض التي نعيش عليها في سوريا ليست لأهل الأسد، إنما لله، يرثها من يشاء من عباده الصالحين. هل فهم المغرورون المغشوشون هذا؟ هل يفهمون القرآن على حقيقته؟ والله إن الله تبارك وتعالى يفسر لنا بالواقع القرآن، ولكن من طمس الله بصره أو بصيرته والعياذ بالله تعالى فلن يهتدي إلى طريق الحق. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، تعودون في ديننا، في طاعتنا، في حزبنا، تكونون مطيعين لنا. لا، حاشا لله للمؤمن أن يذل ويطيع الكافر والكفر. فأوحى إليهم ربهم، أوحى الله إلى الرسل الذين بلغوا ذلك للدعاة بعدهم، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. النهاية أيها الإخوة، هؤلاء الظالمون المشركون المتسلطون على عباد الله ليهلكنهم الله، إما بأيديكم بالقتال لتتحرروا، وإما بشكل طبيعي أو بعذاب ينزله الله بهم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، الأرض لله ما ليست لهم، الذي أخرجون منها ليست ملك الأسد ولا ملك غيرهم، إنما هي ملك الله. فسوف يسكننا الله بإذنه الأرض من بعدهم بعد أن يخلعهم ويقلعهم، لأنهم قد انكشفوا وبانت سوءتهم وبان طغيانهم، ولا بد أن يزولوا في العاجل أو في الآجل. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن؟ من الذي يسكنه الأرض؟ انتبهوا أيها الإخوة المؤمنون، أيها الناس الذين تقاتلون من أجل الدنيا أو السرقات أو كذا، لا، تصرفوا من أجل الله ونفذوا أمر الله، خافوا من الله، خافوا من الموقف بين يدي الله، خافوا من ملك الموت عندما يأتي، أن تكونوا على غير الإيمان والهداية. ذلك أي إسكان الله الأرض بعد هؤلاء الظلمة، ذلك لمن خاف مقامي، خاف القيام بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وخاف وعيد، أي خاف وعيدي الذي أوعدت به من خالف أمري بالعذاب، خافوا من هذا، فلا تخالفوا أمري حتى يسكنكم الله الأرض من بعد هؤلاء الظالمين. ولجأ المؤمنون إلى ربهم واستفتحوا، قال الله تعالى في الآية الأخيرة، واستفتحوا أي طلبوا الفتح والنصر من الله، وخاب كل جبار عنيد. فلازموا أيها المؤمنون، لازموا طلب الفتح والنصر من الله، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. اطلبوا الفتح والنصر من الله، اعتمدوا على الله، وإذا
التمتم على الله بشكل صحيح، ما معنى اعتمدوا على الله بشكل صحيح واطلبوا النصر من الله؟ أن تتركوا معصية الله وأن تطيعوا الله وأن تقاتلوا في سبيل الله صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أما إذا تفرقتم معنى ذلك أنكم بعيدون عن الله. واستفتحوا أي طلبوا الفتح والنصر من الله، فاتفقوا كلكم على هذا وخاب كل جبار عنيد. مهما كان هذا الطاغية أو غيره من الطغاة، مهما كان جبارا ومعاندا ويخالف السنن الكوني الذي وضعه الله تبارك وتعالى، فسيعود عليه أمره ووضعه بالخيبة والخسران، وسيدمره الله في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.